يحمل عنوان Passive Voice in English and Arabic، الجملة المبنية للمجهول في الإنجليزية والعربية. ومقسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسين، القسم الأول Passive Voice in English and Arabic، والقسم الثاني Types of Passive Voice in English and Arabic. الجزء الأول المبني المجهول بين الإنجليزية والعربية، والقسم الثاني أنواع المبني المجهول في الجملة الإنجليزية والعربية. Passive Voice are mostly used in English in comparison with Arabic. طبعا تستخدم صيغة المبني للمجهول كثيرا في الإنجليزية مقارنة مع اللغة العربية. They are employed for the following reasons. وقد تستخدم جملة المبني للمجهول لأسباب عدة، من ضمنها the subject is well known to be mentioned، عندما يكون الفاعل أشهر من نار على علم على أن يذكر في الجملة. The subject is not known to be highlighted، وقد يكون الفاعل غير معروف لكي نذكره، قد يكون مجهول الهوية. The subject is dangerous to be said، وقد يكون الفاعل خطرا لذكره في الجملة، قد يخشى شخص أن يذكر هذا الفاعل لأنه قد يتعرض للمساءلة أو ملاحقة أو قد يقتل أو قد تعرض للأذى، لذلك يفضل أن لا يذكر اسم الفاعل هذا. وقد يكون هناك شيء رابع، يفضل المتحدث أن لا يذكر اسمه. He spoke on the condition of anonymity، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية. هاي مني، هذه النقاط الرئيسة التي تدفع الكاتب أن يكتب بهذه الصيغة، صيغة المبني المجهول في اللغة الإنجليزية أو حتى العربية بطريقة هذه. Types of passive voice in English and Arabic، أنواع المبني المجهول في اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ما هي الأنواع الرئيسة؟ In English there are two types of passive voice، طبعا في اللغة الإنجليزية نوعان رئيسيان للمبني المجهول. النوع الأول agentive passive voice، والنوع الثاني agentless passive voice. النوع الأول المبني المجهول ذات الفاعل المعلوم، والنوع الثاني المبني المجهول ذات الفاعل المجهول. الagentless تعني الفاعل المجهول. Agentive means that the subject of the passive voice sentence is available. تستخدم بعدها أداة by by. والمبني المجهول ذات الفاعل المجهول is passive voice sentence that doesn't consist of subject. هو الجملة الصيغة المبنية المجهول التي لا تحتوي على فاعل، بمعنى آخر الفاعل غير موجود لسبب من الأسباب التي ذكرت فيه، على أما يكون معروفا جدا أو يكون خطرا جدا أو يكون مجهولا حقا أو يفضل عدم ذكر اسمه. In Arabic، في اللغة العربية there is nothing called agentive or agentless، لا يوجد شيء يسمى مبني المجهول ذات الفاعل معلوم أو مبني المجهول ذات الفاعل مجهول. Because the grammatical order of the Arabic sentence will be wrong، لأن النظام النحوي للجملة العربية قد يكون خطأ إذا كانت الجملة جملة مبنية للمجهول تحتوي على فاعل. Therefore the translator has to shift the passive voice sentence into active one، وبهذا على المترجم أن يحول صيغة المبني المجهول التي فيها فاعل إلى صيغة ماذا؟ إلى صيغة مبني، صيغة مباشرة active voice، صيغة الكلام المباشر، لأن هذا الشيء قد يكون خطأ حقيقيا بالنسبة للمترجم. If the translator in question translates an agentive passive voice sentence into Arabic without shifting into active one he'll make a mistake، إذا أصر المترجم على أن يترجم صيغة المبني المجهول الإنجليزية ذات الفاعل المعلوم إلى اللغة العربية دون تحويلها إلى صيغة المباشر فقد يرتكب خطأ. لماذا؟ لأن عليه أن يضع الكلمات الآتية في الجملة، من قبل، من جهة، على يد، كل هذه الكلمات خاطئة. مثلا The victim was killed by a dangerous man، لقد قتلت أو مثلا لقد قتل الضحية أو لقد لقى الضحية مصرعة على يد ماذا؟ على يد رجل خطير أو من قبل رجل خطير. إذا نحن اضطررنا إضافة من قبل أو إلى على يد إلى هذه الجملة لأننا ماذا؟ لأننا حولنا المبني المجهول الإنجليزي إلى مبني المجهول ذات الفاعل معلوم باللغة العربية دون تغييرها. ماذا كان علينا أن نفعله؟ بدل ما أن نقول لقد قتل هذا الرجل على يد مسلح خطير، لقد قتل مسلح خطير هذا الضحية أو هذا الرجل، أصبح كلام واضح جدا ومباشر. لذلك the translator has to transfer the English agent to passive sentence into active one in Arabic to avoid making mistakes، من أجل تجنب وقوع الأخطاء.
وسوف نقدم لكم بعض الأمثلة مع ترجماتها ولبين لكم كيفية فعل ذلك. He suggested that the topic to be deferred. طبعا deferred, to be deferred هذا جملة أو مثلا verbal phrase, هاي عبارة فعلية, نقدم لكم ترجمتها. أقترح أن يؤجل بحث هذا الموضوع, أقترح تأجيل بحث هذا الموضوع. إذا نستطيع في العربية أن نحول to be deferred إلى طريقتين, إلى صيغتين, صيغة الاسمية أو صيغة المصدر المؤول من إن والفعل المضارع. إذا he suggested that the topic to be deferred, to be deferred حول في الجملة الأولى أن يؤجل بحث هذا الموضوع, والترجمة الثانية اقترح تأجيل الموضوع. كلا الترجمتين صحيحة. The property that was left her by her husband, العقار الذي ترك لها من قبل زوجها المتوفي. الجملة الثانية, العقار الذي ورثته عن زوجها. طبعا الجملة الأولى هي جملة ترجمة حرف, ترجمة دلالية, ليست حرف, هي ترجمة دلالية للجملة الإنجليزية باعتبار حول المترجم في هذه الجملة ال passive voice المبني المجهول إلى مبني المجهول ذات الفاعل معلوم في العربية, وهذا خطأ, وبهذا يكون قد ارتكب خطأ لأن أضاف عبارة من قبل, وهذه خطأ نحويا. الترجمة الثانية ترجمة دقيقة, العقار الذي ورثته عن زوجها, الملك الذي ورثته عن زوجها هي أصح. He was listened to with enthusiasm. Enthusiasm معناها حماسة, شغف. أصغى الحاضرون إليه بحماس وشغف. He was listened to with enthusiasm. ماكو هنا شخص أصغى إلى في الجملة, لكن إحنا اعتمدنا على السياق. We counted on the context of situation of such text that helped us what? Helped us know the object. Important remarks. الملاحظات الهامة. The verb phrase be deferred is in the passive voice. في العبارة الفعلية كما ذكرنا قبل قليل في حالة المبني المجهول, however it has two translations. ورغم ذلك هذه ترجمتين, أما تأجيل أو يؤجل كما شرحنا مع المثال. The Arabic expression من قبل is grammatically wrong, لأن هذه عبارة العربية من قبل خاطئة, فعلى المترجم أن يحول المبني المجهول ذات الفاعل معلوم في الإنجليزية إلى مبني جملة مبنية على نظام كلام مباشر لكي يتجنب وقوع هذا الخطأ. The translator can count on the context of situation, على المترجم أن يعتمد على سياق النص أثناء الترجمة. He was listened to with enthusiasm, أصغي إليه من قبل ماذا؟ من قبل الجمهور, بدل أن تقول من قبل الجمهور أصغى إليه الحاضرون بشغف, وبهذه الطريقة تتجنب وقوع المشكلات. نصل وإياكم إلى نهاية الفصل السادس, نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة جديدة نتكلم عن موضوع